شميكرو ورينا وانا من ورينا وانا كنضحك معاه. شكرا. السلام عليكم الخوت، معكم حميد من مدينة مراكش. كما تشوفوا حسنا هذه الاجواء هذه من مدينة من ساحة جمع فنا اللي هو فيها واللي هي حاليا فيها واحد المشهد خيالي ما تلقاه حتى في مدينة في المغرب صراحة. الكبير فرحان والصغير فرحان، اخص الدراري الصغار فرحانين تيشوفونا وتيشعنقونا وتيبغيو يتصوروا معنا صراحة الله، وتنحقوا لهم هذاك الشيء اللي تيبغيو. حنا هذا الشيء عندنا كما تنقولوا ماشي وراثي، ولكن كما تنقولوا ولا ديما دائما عندنا من العام للعام خاصنا نحتفلوا به، فهمتي؟ وسنة 2021 تسعدنا ما بهاش الحمد لله على كل حال، جمع كل شيء وقول الحمد لله، ونتمنوا من الله سنة 2022 تكون بخير وعلى خير وعلى جميع المسلمين. هذا ما كان ولا إله إلا الله وعاش محمد السادس. أكم حمزة المداني بيضاوي، خلينا دراسة العام دوزنا هنا في مراكش، حيت الأجواء في مراكش ما تلقاش شي بلاصة أخرى، أجواء هائلة أجواء واعرة، كل شيء فرحان صغير وكبير فرحان. مش علاش لبسنا معاه مسحنا اللبسة نفرحوا الدراري الصغار ونضحكوا، هادشي اللي كاين. 2021 داز في خير الحمد لله، حنا في صحيحتنا. كنتمناو 2022 إن شاء الله تدوز بالصحة والسلامة إن شاء الله، الله يدخل على كل جميع المسلمين بالصحة والسلامة. السلام عليكم، حنا جينا ندوزو هنايا في مراكش، جينا ندوزو العطلة ديالنا. الأجواء كما كتشوفوا معنا نشيطة وحيوية، داكشي كلشي هو هذاك. نتمنوا من الناس تاع الله يجيو يزوروا هذه المدينه، هذه شي حاجه واعره ديال الدوز فاس. لا حنا ماشي من مراكش، حنا من الرباط. الرباط وجينا هنايا ندوزوا راس العام هنايا. الصراحه الاجواء زوينه وكل شيء مزيان، القضيه كالم، توريز كاين، كل شيء كاين، كاين الامن والامان، كل شيء كاين. شكرا. كل شيء غادي بخير وعلى خير، وسنة سعيدة.